إذن هذه مغامرة هنا على لعبة من الشعوب. إذن ياسين كاغي هذا هو اسم شخصيتنا. ومكان الذي يبدأ فيه شعب الأرمات، هذا هو المكان. ده نفس الأشياء دائما تستطيع مشاهدتنا آخرين. هيا بنا نبدأ المغامرة مباشرة عند المرشدة. أول مهمة اسمها اختيار صيد أرمات. نوافق على المهمة. إذا نقتل الوحوش هنا. إذا نحن أنهينا المهمة، لكن سوف نبقى هنا حتى نرفع مستوانا لأكبر قدر ممكن من هذه الوحوش. إذا كما ترى لقد وصلت هنا إلى الليفل 7 فقط في البداية، فقد بقتل هذه الأوريدات الصغيرة. إذا نكمل الآن المهمات. نغاد هنا ثم ثمة المهمة. اختار الجائزة. لنتعلم المهارات الأساسية. مهارة تضغط الموافق. إذا نذهب إلى نافذة المهارة. نبدأ الضغط هنا. الآن أصبحت لدينا هم الآن ينجز المهمة. تمت المهمة الآن. إذا المهارات الهجومية التي يمكنك استعمالها، أما الكامنة فهي لا يمكنك استخدامها. هذه مهمة أخرى لنا. أدوات من اختبار صيد أرمان. هذا ثم نضغط موافق. نفتح هنا نضغط على السيف لنقوم بإمساكه. دوبل كليك عليه. لدينا السيف خاص بنا. نعم لقد ظهرنا تلقائيا، لا أدري لماذا. نذهب إلى شخصية اسمها ميرسال. ثم تضغط على جزيرة المتدربين كي تعيدك إلى هذا المكان. المهمة التالية اذهب إلى الآن على الذهاب إلى جزيرة المتدربين. سوف أفتح الحقيبة وأضغط على لفافة العودة. وهكذا وصلنا جزيرة المتدربين. نفتح نافذة المهام ومع الخريطة، ثم نضع علامة هنا كي نستطيع أن نرى المكان. يجب أن نذهب إلى هذا المكان. نحن في طريقنا الآن. نحن في المهمة. نذهب إلى المدربين ووضع ثمة المهمة. نفتح العقبة. الترياق. المهمة التالية حقق مستوى العمل. نفتح نافذة المهارات. تمت المهمة. تمت المهمة. المهمة التالية. نختار هنا فترة المهمة. إذا هذه المهمة اسمها درب مهارات أرماد. ما أعتقد أنني نعم هذه هي. الآن علي الذهاب إلى مخيم المتدربين. يعني سنعود إلى المدينة الآن. يمكنك التحرك أيضا بواسطة واحد المفاتيح. فقط تفتح الحقيبة وتضغط على لفافة العودة. تقوم باختصار الوقت. لا هو مدرب متوسط. اضغط على المهمة. اختيار اختصاص. موافق. نبي الانجاز. تجربة لطيف. هنا علينا الذهاب إلى التاجر إيزوز. طلب التاجر. أظن هو موجود هنا. نعم ها هو. هذه المهمة هنا اسمها نداء الواجب الثورة. إذا علينا أن نصطاد أوريد المخالب. كيف نعرف؟ نضغط على M لفتح الخريطة.
أو نضغط على هنا خريطة. إذا نفس الطريقة موجودون هنا. إذا نذهب إلى المكان هنا هنا. إذا كاين زلفت على الحقيبة وضغط على إذا هنا ثلاثة. إذا نفس الطريقة جمع الأعشاب إذا موجودة هنا قربي. إذا قربي تماما هذه الدائرة الزرقاء على الخريطة. أي دائما نظل هذه الخريطة الصغيرة نذهب إلى هذه العلامة الحمراء. هذه العشبة التي المطلوبة منا جمعها. يجب أن نجمع خمسة كما تظهر على الخريطة هنا. أخرى هناك. عندما تطلق هنا باللون الأزرق تمت المهمة. هذا يعني بأنها تمت يعني انتهت. هيا بنا نعود الآن. نفتح الخريطة لكي نستطيع أن نرى الطريق العودة. هنا أيضا جمع الأعشاب جمعناها. هنا المهمة مع شخص آخر. لنعلن اصطياد ريش رشيق والذئب الشرس. اذا هذا لدي مهمة جديدة لنا. الذهاب الى نرى هل يوجد شخص اخر لدي مهمة اخرى. لان عروض اليا سوف تعطينا جائزة. الذهاب الى المروج اليا تمت المهمة. هذه ستعطينا مهمة اخرى اسمها تعلم الترويض. واه شيء رائع موافق. لازم نتعلم الترويض مع آلية. شكرا شكرا يا آلية شكرا. لدي كل المهمات الآن. نذهب لصيادة الوحوش لصيد الوحوش في هذه الأماكن الملونة بالأزرق. إذا الوحش الذي لديه علامة حمراء هو المطلوب قتله. وله من دب مسكين صغير. إذا عندما تضع مؤشر هنا يقول لك ما هي الحيوانات الموجودة في الدائرة. إذا أنا هو الريش الذي نبحث عنه. إذا نذهب إليه مباشرة. نعم أعطينا المهمتين أداء الواجب تمت المهمة. إخطاء جائزة. طريق السرعة. طريق السرعة. انظر لهذا الوحش الغريب. يا إلهي لانكس وات. إذا بالنسبة لهذه المهمة التي تقول لك يجب أن تتعلم السيطرة على المرافق وترويض المرافق وتفعيل المرافق ستجدها في نافذة المهارات. طبعا مثلا نذهب إلى نافذة المهارات سوف نجدها هي تفعيل المرافق السيطرة على المرافق. هي مهارة السيطرة على المرافق قبل المرافق. ولدينا ايضا تفعيل المرافق وايضا لدينا مستنير. وكذا تعلمنا مهارات المرافق. اذا تمت المهمة. معنا الغازي هذا مخلوق عجيب. دعنا ناخذ جائزتنا. تعلم الترويض تمت المهمة. وقتا جائزة. سنأخذ بطاقة القتل الوحشي. زاونا هذا الشيء. واو ترويض مرافق. واو هنا هذه الخريطة يقول لك إذا ذهبت إلى التلة شمال معسكر التدريب ستجد هناك وحوشا. تلك الوحوش هناك جيدة وملائمة لممارسة مهارة الترويض هناك. واو هذه هي الخريطة المكان التي يوجد فيها الوحوش. هذا جميل جدا. وهذه هي التوجيهات. تحتاج إلى أربعة أنواع من المهارات. نذهب إلى مكان الترويض.
إذا قبل ترويض المرافق تحتاج إلى بطاقة فارغة للوحش الذي سوف تروضه. واو، إذا إذا فشل الترويض سوف تختفي البطاقة. إذا حسب الخريطة فهذا هو المكان، مخيم تدريب فوق. سنأخذ هذه المهمة. هيا بنا. تبلي عزير إذا انتهت المهمة. أعطينا مهمة أخرى. ذهب إلى مدرب متقدمين. موافق. قبل أن أذهب إلى متقدمين سوف نذهب إلى. إذا في نفس المكان الذي لدينا فيه مهمة طبعا. يرسلنا إلى نفس المكان الذي فيه مهمة. إذا نأخذ مهمة المتقدمين. هذه المهمة. سيعطينا مهمة أخرى. استعداد. استعداد المغامرين. ثم هذا ربنا سيعطينا مهمة. سفينة المجهول. موافق. إذا مهمة استعداد المغامرين، علينا نقتل بعض الوحوش هنا. أولهم هذا الذئب الصغير المسكين. إذا نعود بعد قتل الوحوش المطلوبة منا. ونرى هذا السيد المتقدم من ماذا سيعطينا. وصلنا لليفل 14. هيا مهمتي المهمة. سيعطينا مهمة أخرى اسمها مهمتين. موافق. مهمة أخرى جزء التدريب الأخيرة. إذا هنا لدينا الرسالة تقول تهانينا لقد أنهيت تدريبك، لم يعد هناك شيء تقوم به هنا. هيا انطلق للقارة الرئيسية عن طريق الذهاب إلى المرسل بما تستطيع بدء مغامرتك من هناك. ابحث عن المرسل ليدلك على المكان القارة. أتمنى أن نسمع عنك أخبارا طيبة. واو، نفتح الحقيبة ونبحث عن لفافة العودة، لا توجد. الموجه لديها مهمة. أنا بعد ذلك مباشرة نتحدث عن هذا المرسل. هكذا جلسة التدريب الأخيرة. نضغط هنا. نضغط تمت المهمة. دون سيعطينا مهمة أخرى. نذهب إلى القارة. موافق. إذا قمت باشتراء لفافة العودة عند هذا التاجر سوف أقوم باستجارة واحد يمضطي. لأن سوف نستأجر حيوان نركب عليه. سوف نختار هذا كورفوس أصيل. إذا قمت باشتراء هنا ذهب إلى الحقيبة. قم استخرجي. قمت باستئجار هذا الأسد. نقوم بالذهاب إلى مكان المهمة بسرعة. هذا هو البحر في أمل الشعوب. من لم يرى البحر في أمل الشعوب فليراه اليوم. داعي أن يعني أتكلم مع هذا الشخص الموجود هنا فوق الشجر. نتحدث مع المدرب غمرمر. اختبار الاختصاص نضغط عليه. تمت المهمة. اصطياد نمرود. قد أعطانا مهمة جديدة. ثم تمت المهمة. سيعطينا مهمة جديدة. إذا هذا الآن يعطينا اختبار التخصص على ما أعتقد. هذه المهمة اسمها اصطياد النمرود. إذا اصطياد النمرود موجود في هذا المكان. إذا سوف نذهب إليه. إذا علينا نقتل هذا المخلوق. هذا هو النمرود الجبلي. ننزل.
هذه المهمة أخرى اسمها صياد كروان جموح وكروان الديك، إذا موجودون في هذا المكان. هذا هو المنطقة وصلنا إليها. وجدنا هنا هذا الشخص يعطينا مهمة أخرى هنا. أعطينا موافق، سوف أصطاد هذه الأشياء المطلوبة منا هنا. إذا في بعض المهمات هناك بعض الأخطاء، مثلا في كروان الديك، كروان الديك يشير إلى هذه إلى هذا المكان، لكن في الحقيقة هو موجود في هذا المكان. ها هو كروان الديك موجود هنا. يجب أن نقتل الآن هذه الوحوش. نذهب الآن إلى صاحب المهمة، يعطينا هدم هذه المهمة. وهذا أيضا سوف نختار جائزة. إذا النداء المستعجل الضباب واحد، يجب أن نقوم باصطياد الحقد الأعمى. هيا بنا. إذا الحقد الأعمى موجود في هذا المكان. نذهب هيا نقاتل الحقد الأعمى. أنا عاوز أنا الذي أعطانا المهمة، النداء المستعجل ضرب. إذا انهينا المهمة. الآن سوف نذهب إلى اجتياز هذه المهمة وهي السفينة المجهول. السفينة المجهولة مرحلة واحدة هي موجودة هنا. وصلنا إلى المكان. ولدينا هنا محترف جهنم، نضغط هنا للدخول. أنا علينا ننزل أولا من الوحش. إذا نحن الآن في السفينة أخيرا، وهذا هو الشخص الذي سفينة المجهولة الذي سيعطينا مهمة أيضا، المرحلة الثانية من السفينة المجهولة. يا إلهي، إذا سوف نجد الحسنة وأميرة. نجد لدي، سوف نأخذ مهمتها. موافق، نطلب من قتل هؤلاء. نجوم الأميرة الحسناء. إذا وصلنا لليفل 17. إذا في المهمة سفينة المجهول المرحلة 2، فقط تدخل إلى هذه البوابة ستجد المرشد جوهان الذي تحدث عنه. هو هنا سيعطينا مهمة أيضا، سفينة مجهولة رقم 3. موافق، على أن نتحدث مع المرشد آد. مرة أخرى ندخل هذه البوابة. إلى هو المرشد آد، نضغط عليه. سفينة مجهولة رقم 30 تمت المهمة. إذا هذا سيعطينا أيضا مهمة، المهمة التي اسمها قراءة الساحرة. موافق، يعني اصطياد وحش اسمه البيبي المكار. لا هو امامنا مباشرة. اذا نبقى اقتل هؤلاء حتى اصل الى ليفل 18، ارفع مستوى شخصيتي قليلا، استمر في القتل. وصلنا الان ليفل 18. اذا نعود الى من أعطاني الشخصية، من أعطاني المهمة، سيعطينا مهمة أخرى. المرحلة الرابعة، السفينة المجهولة المرحلة الرابعة. يا إلهي، إذا سندخل مرة أخرى البوابة الموالية، نتحدث هنا مع الفارس هيكتور. المرحلة الرابعة تمت المهمة، سيعطينا هو أيضا مهمة أخرى، قلادة العرافة. موافق، إذا يجب علينا ندخل هذه البوابات ونقتل فيها الوحوش. إذا وجدنا الشخصية الأولى هنا، إذا ندخل
الآن البوابة الثانية نفس الشيء. هيا هجوم. أنا وصلنا لليفل 19. إذا هذه فقط تتحدث معها وتقول لها وتطلب منها أن تساعدك. عندما تنهي معها المحادثة سوف تعطيك القلادة الأخيرة. لأنه هكذا نكون قد أنجزنا هذه المهمة. نعدد ما نأخذ جائزتنا. سيعطينا مهمة أخرى يا إلهي. سفينة المجهول تورسين أو نورسين. لا علي أن أهزمها نزول عملاق يوجد في هذه البوابة. هو علينا هزيمة هذا. هيا هجوم أطلقوا عليه. هيا هزمته. إذا لقد وصلنا لليفل 20. مبارك. هذا رائع. نخرج من هذه البوابة. نخرج من هنا. إذن سنتجه الآن إلى هذا المكان. هو موجود في الخريطة. إذا هنا نكمل سفينة المجهول نورسين. ها هي. نأخذ الجائزة. حصلت على لقب بطل الجزيرة. ولدينا ماستر الأوركسترا العاشق. هنا التقط معه صورة هنا. ماستر هذا معنا هنا. السيد المحترف جهنم. هذا استيواد. ومعنا السيد ديامون رينكس مؤدب أراميس. بالنسبة لهذه المهمة، هذه مهمة التغطية. تجي وتضغط على هذا السهم لترى المزيد من المعلومات. يقول لك عندما تصل هذه الوحوش سلم المهمة لعمر. إذا عمر نفتح الخريطة. تضغط هنا. إذا فقط تضع المؤشر على البقاع الصفراء هي الشخصيات وستعرف من هو يعني عمر. هذا المرشد روبن. ها هو المدرب عمر هنا. إذا سنذهب إلى هنا. المدرب عمر يكون دائما فوق هذه الشجرة. ها هو المدرب عمر. نستخدم رد الجائزة مثلا. المهمة التالية تغطية. تمت المهمة. سيعطينا مهمتين جديدتين. جيد. المهمة الموالية تقول لنا صيد البيرانا. البيرانا إذا موجودة هنا فقط بأمامنا مباشرة كما تظهر على الخريطة. هو الطائر. هذا الطائر. هجوم. نروح على نجم 5 من البيران العادية يعني بقربها مباشرة. لن تستخدم عندما تدخل إلى يعني مرة أخرى تنسى أن تستخدم هذا الشجاعة يعني المشبعة. سوف تزيد من قوتك وترفع معدل الدماء خاص بك. نعود الآن إلى مرمر. المرمر مدرب مرمر. دعنا ننهي مهمة إقضي على البيرانا. تمت المهمة. سيعطينا مهمة أخرى. وإلهي اسمها مطلوب. موافق. دعنا يجب أن نقتل البيرانا الأم. موجود بهذه الخريطة فهي أمامنا مباشرة. هي هذا هي بيرانا الأم التي علينا قتلها. بيرانا الأم
لنعود الآن. إذن ننهي المهمة مطلوب تم موافق. إذن ختم الحيوية، لقد قام بزيادة الدماء الخاص بي، هذا رائع. ثم هذه المهمة اسمها عد إلى ديسيل، إذن ديسيل موجودة في المدينة عقب لفافة العودة. إذن ديسيل موجودة هنا. عود إلى ديسيل، لا هي تمت المهمة. إذن لقد انهينا هذه المهمة أيضا. اختيار الاختصاص، إذن أضغط على اختيار الاختصاص. إذن أنا سوف أختار مناور. تاني لقد أصبحت منذ الآن مناور. واو، لقد أصبحت مناورا، قمت بتغيير اختصاصي أخيرا. هؤلاء يبدو أنهم لاعبين جدد. هذه مهمة يعني أخرى. موافق. يمكنك أيضا تغيير الشعب هنا، تحتاج إلى قلب تغيير الشعب لكي تتمكن من تغيير شعبك. هذا رائع جدا. إذن هي مناور مكتوبة هنا. هنا اختار المكان الذي أريد أن أرفعه أولا. إذا لدي احتراف سلاح السفاح، هذا ما أريده أنا. إذن أقوم بزيادة هذه الأشياء، تضع مهاراتي على الشريط بهذا الشكل، أقوم بتغيير مكانها بهذا الشكل. بالنسبة لهذه المهمة اسمها تبليغ أزير باختيار الاختصاص. إذا بعد أن قمنا بتغيير الاختصاص نعود إلى أزير، ها هو تحدث معه. تبليغ أزير عن اختيار الاختصاص، تمت المهمة. المتحفز، حصلت على اللقب المتحفز. وهذا الشخص أسمى شخصيته فقط أرقام، يعني ما تضع اسم حقيقي. بالنسبة لمهمة إلى القارة، يجب أن نذهب إلى مدينة أوروك، كما يجب أن نذهب إلى أوروك. لأن أوروك سوف ندخل إلى، سنذهب إليها من هنا، نضغط التالي ثم نذهب هنا إلى أوروك. هيا بنا. إذا هذه المهمة التي تقول لك إلى القارة، يجب أن نتكلم عن الدليل شيساد. شيساد موجود في أوروك، هنا في مدينة أوروك. ها هو شيساد معنا. إلى القارة، قد تمت المهمة. يعطينا مهمة أخرى اسمها خطوات المجد الأولى، مثلا موافق. مهمة أخرى عند السيد المهام، أخذ مهمة اسمها معروف تريمودا، هكذا ضغط موافق. المحادثة. وهؤلاء اللاعبين شباب اللعبة. ماذا يوجد لدينا هنا؟ الكشاف يقول كثير من اللاعبين. بالنسبة لمهمة تريمودا، فقط اضغط عليها هنا فتظهر معك على الخريطة مباشرة أين يوجد. إذن هنا نحن الآن في حقل أوروك، حقل أوروك. إذن مباشرة سوف نلتقي في تلك الوحوش ونقتلها، نجمع 5 من هنا و 15 و سنجرب عليه مهارة الهجوم الطاعن. نضغط عليه، أنا ضغط هكذا. لأن هذا البوف تزيد. نجرب الآن مهارة ضربة الظلام. ضغط على يا ضربة الظلام. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.